الوصول إلى قرى جمعتي أجيدي وتويات ليس بالأمر اليسير، فعدم وجود طريق معبد وصعوبة التضاريس يجعلان نحو 1500 شخص يعيشون حالة من العزلة الشديدة، وخصوصا على مستوى الخدمات وحاجياتهم اليومية. خصنا الطريق، خصنا فين ندوز، خلو الداري، ما عندنا الخضرة، ما عندنا حتى شي حاجة، ما عندنا حتى مسائل في البلاد. الطريق خصها المسؤولية، خصها اللي قبلها. دابا أنا جيت من السوق جبت الناس معايا، راني بقيت نطال، ما بقيتش بالفلوس، بقى بالرسول، ما بقيتش بالرسول، بقى بشي حاجة أخرى. المرور عبر هذه المسالك يصبح أكثر صعوبة خلال فصل الشتاء عقب كل تساقطات مطرية أو استعمالها من قبل أكثر من سيارة. وين طريق؟ طريق مضيقة وصافي، طريق مضيقة بزاف، شي تقريبا شي 15 كيلومتر ولا 20 كيلومتر مضيقة عندنا، ما كاين فين تفوت مع صاحبك اللي تلاقيت معاه. جماعة إيجيبي تؤكد أنها راسلت وزارة التجهيز والنقل، وذلك بهدف فك العزلة عن القرى وتيسير وصول قاطنيها إلى مركز الجماعة. الطريق الفوق باقي خاصة الخدمة، وحنا درنا مراسلات وراسلنا الناس المهنيين بالعمر والوزارات الوصية. وفي انتظار ذلك تظل معاناة نحو 7 قرى قائمة، ويبقى إنجاز طريق معبد حلما تتطلع إليه الساكنة.